بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. الرواية المشهورة عند الوهابيين جميعا أن أبا الحسن الأشعري ترك مذهبه الذي يسير عليه الأشاعرة، فهم لا يتابعونه الآن في مذهبه الذي استقر عليه، ألا وهو مذهب التجسيم الذي يسميه الوهابية مذهب الإثبات، على ما في هذه الرواية من فجاجة. أدلتها كم كلمة وضعها المجسمة في كتاب الإبانة، فهذه أدلة صارخة على عودة الإمام. الكتاب الذي لم يروى بأسانيد صحيحة، المؤلف الذي أحرق ابن عباد كتابه ودفع 500 ليرة 500 دينار ذهبي من أجل إحراق تراثه، معتزلي ويريد أن يزيل آثار أهل السنة والجماعة. الإمام الذي لم يروي تلك العقيدة أحد من أصحابه، ولا واحد من أصحابه رواها. من رواها؟ خصومه الألداء الذين كانوا يشتمونه إلى عصر يعني متأخر. يعني ابن عساكر متى توفي؟ ابن عساكر رحمه الله في كتابه يذكر شتيمة أولئك الناس للإمام أبي الحسن الأشعري، شتيمة مجسمة له، يعني بعد التوبة المزعومة. ها، بثلاثمائة سنة يشتمونه فجأة حينما بعث الله ابن تيمية نبيا جديدا للوهابية، عفوا استغفر الله، يعني مجددا. المجسمة طبعا الوهابية جاءت بعد ذلك، مولانا يقول انظر ابن تيمية وهابي يضحكون. لا، ما هو الآن أحتاج أن أشرح كل عبارة. حينما جدد ابن تيمية هذا الدين الوهابي التجسيمي قصدي، اكتشف أن أبا الحسن الأشعري ترك مذهبه. أخي الآن لن نناقش في هذه الدعوة على هشاشتها وسخافتها، لنفرض أن أبا الحسن رحمه الله ترك معتقد أهل السنة والجماعة، نقول له سلام عليكم، هذا فراق بيني وبينك. إيش يعني؟ نحن لا نقلد الرجال في العقائد، إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديدي، من أوائل ما ندرسه لطلابنا. أشعرية ما تريدية من أوائل الدروس التي نعطيها، يمنع عليك التقليد في التوحيد. فلنفرض أن أبا الحسن رحمه الله اختار طريقة غير سوية، فعندنا متوننا تقول ماذا؟ فقال إن يجزم، وبعض القوم يحكي فيه الخلف، فقال إن يجزم بقول الغير كفى، وإلا لم يزل في الضير. افترضوا هذا، لو كفر المقلد أو ضل المقلد فما بال المقلد؟ قالوا إن قلده هنا فهذا داخل في حيز الضلال المبين. إن لم يقلده إذن هذا ليس مقلدا، هذا عنده رأي وعنده اختيار واختياره صحيح. فأبو الحسن الأشعري هذا، الآن لنجعله صورة ذهنية، دعك من أبي الحسن الأشعري الإمام الكبير، إمام أهل السنة والجماعة. الآن الصورة التي جعلها الوهابية لأبي الحسن الأشعري، تمام، فنقول يا جماعة نحن اقتنعنا بطريقة أبي الحسن الأشعري القديمة التي تزعمون أنه تركها، ولما تركها لا يجوز لنا أن نتبعه، لأن أبا الحسن الذي في عقولكم هو ضال، أما أبو الحسن الحقيقي كان من أهل السنة، وكان ناصر السنة، وكان إمام أهل الحق. هذه القضية، قضية توبة أهل السنة والجماعة، ما الحقيقة والله ما رأيت أكثر من هذا المذهب هزالا، يعني حقيقة والله كيف يتبعه الناس لا أدري، أنا والله لا أدري. يأتون مثلا إلى مثل هذه الأشياء، كل واحد من الأشاعرة مات تاب قبل أن يموت بخمس دقائق،
طيب الحمد لله، إذا جاء جماعة طيبون هؤلاء والله يختم لهم بخير، كلنا إذا سنتوب. بس فات هؤلاء المساكين أمران، أن كل الأشاعرة هؤلاء إذا تابوا وتركوا مذهب الخلف سيعودون إلى مذهب السلف، يعني لا يعودوا إلى مذهب ابن تيمية، سيعودوا إلى مذهب وكيع بن الجراح وأبي حنيفة والشافعي ومسعر بن كدام وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، سيعودوا إلى هؤلاء. وقد ثبت عندنا بالدليل القاطع أن هؤلاء من أهل التفويض، كما بينا هذا في دروس كثيرة، ومنها التفويض هو مذهب السلف قطعا، ومنها كتاب أخينا الشيخ الفاضل الرجل العالم الجليل سيف عصري، كتابه القول التمام في إثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام. فهؤلاء الجماعة الذين تابوا قبل الوفاة بخمس دقائق، افرض أنهم تابوا إلى أين ذهبوا؟ ذهبوا إليكم، صاروا تيميين، يقولون بحوادث لا أول لها، ويقولون بأن الحوادث تحل في ذات الله سبحانه وتعالى، وتقول بالجهة العدمية، وتقول بتلك الترهات والخرافات. لا 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 لا، أنتم واهمون جدا، لأن هؤلاء تركوا مذهب الخلف إلى مذهب السلف وليس إلى مذهب الكرامية. الله يرضى عليكم يا جماعة، إياكم أن تخلطوا الأوراق، خلط الأوراق هذا لا يجوز. الجويني تاب، كيف تاب الجويني؟ قال والله الهمداني قال كذا وكذا، وحيره الهمداني، واحد عام اسمه الهمداني، ها صوفي من جماعة الحلول والاتحاد، على ما جاء في ترجمته. وهذا الرجل بإسناد متهالك لم يروه إلى الوهابية، والغريب أن هذه الحادثة تفترض أن أبا الحسن أن إمام الحرمين إمام المدرسة النظامية، إمام النظامية يعني هذا خبر، يعني ماذا تقول خبر؟ يعني كيف أبو الحسن أشعري ترك الاعتزال؟ الخبر صارت بين الركبان الآن. مثلا ماذا لو أسلم مثلا جون بايدن؟ هذا خبر لا يخفى على الناس. واحد مثل إمام الحرمين الجويني يترك مذهبه ولا يروي هذه الحادثة إلا الحشوية في كتبهم، هذه مثل قصة الغرانيق، قصة الغرانيق. تفترض أن يكون الخبر متواترا، تفترض أن يكون متواترا، ثم بعد ذلك لا تجد لها إلا أسانيد متهالكة. لا يا أخي، لا 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 لا، عيب عليكم. لا أحد سواكم ينقل توبة. وبعدين الشريط كر، الغزالي كذلك تاب، ما دل توبته رحمه الله؟ قال والله حظى البخاري في حزنه، وقال مسك البخاري. دليل توبة الغزالي ما هو؟ أنه مسك، ويعني بعد أن مسك البخاري ألقى مثلا الفيدا، كتاب هذا المقدس عند الهندوس، أو ألقى تعاليم كونفوشيوس، على أي على أي عقيدة إن كان هذا أبو حامد الغزالي، على أي عقيدة إن كان، يعني أخذ كلام سيدنا رسول الله يتبرك به، ما تركه في يوم من الأيام. هذا كبير فقهاء الشافعية، عمدة المذهب الشافعي، كل من جاء بعد الإمام الغزالي من الشافعية يرجع إليه، وكل من جاء إليه من الأصولين يرجع إليه، وكل من جاء إليه من المتكلمين. هذا مجدد في الأمة المحمدية، أبو حامد الغزالي. هذا دليل توبته أنه مسك البخاري. قال طيب، لا لا، الرازي تاب، تاب الرازي. ماذا تاب؟ قال يقول نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال. يا سلام، هو يعني متى كان يقول ما يخالف هذا الكلام؟ متى قال الغزالي الرازي رحمه الله أن العقول هذه تصل إلى حقيقة الله سبحانه وتعالى؟ يا أخي، يعترف بعجزه عن إدراك ربه في أواخر لحظات حياته. وقلنا نقولها نحن الآن أقولها قبل، يعني لو مت بعد قليل سيكون تاب. أنا أيضا أقول نهاية إقدام العقول عقاله. اتقوا الله يا جماعة، اتقوا الله تعالى، لأن هؤلاء الناس إذا تابوا كما تزعمون سيتوبون إلى السلف الذين في عقولهم، وليس السلف الذين في عقولكم جماعة محمد بن كرام السجستاني. فلنفرض أن أبا الحسن قد تاب،
رضي الله عن أبا الحسن وغفر الله له، مع أن تلك التوبة باطلة المزعومة، مع هذا لا يجوز لنا أن نقلده، لأنه لا يقلد الإنسان إذا ما ضل عن سبل الهدى. الوحيد الذي يجوز تقليده ويجب تقليده لا محالة هو رسول الله سيد المرسلين وعلى آله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.